ايه رايكم بقى نبدا يومنا كده نتعرف على حاله الطقس قبل ما تنزلوا من بيوتكم؟ وخلوني اقول لكم انه بيتوقع النهارده خبراء هيئه الارصاد الجويه انه اليوم يشهد طقس بارد صباحا مائل للدفء على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. وتعالوا مع بعض نشوف درجات الحراره بالتفصيل المتوقعه النهارده، ونبداها بمحافظه القاهره اللي سجلت 22-14، بالنسبه للاسكندريه 22 ايضا 14، الاسماعيليه 23-12، بالنسبه للغردقه 25-14، المنيا 24-9، وسوهاج 25-9، اخيرا اسوان 28-12. تعالوا بقى ننتقل لبعض العواصم العربيه والعالميه ونبداها من الرياض. الرياض النهارده سجلت 32-16، ابو ظبي 31-21، انقره 17-2، لندن 8-1، واشنطن 15-4، باريس 6-2 تحت الصفر، واخيرا بكين 10-1 تحت الصفر.